1992 تحطمت واحد السفينة كانت جاية من الصين غادة الأمريكا، كتحمل معاها 28,000 من دوك البط المطاطي، داك البط الصفر اللي كتورك عليك. الغريب في الأمر أن هاد السفينة هادي فاش كانت غادة تحطمات، وبطبيعة الحال هاديك 28,000 بطة هامت في المحيط. هاد البط باقي إلى يومنا هذا كيتسارى في المحيطات، والطريقة باش توزع في المحيطات ما بين كل قارة وقارة غريبة وما تقدرش تدخل للراس، وباقين حاليا الناس كيكونوا كيعوموا حتى كيخرج لهم البط من تحت الماء. والمشكلة العلماء جاتهم هاد العيبة من الجنة والناس، اش ولاو كيديروا؟ ولاو كيتبعوا المسار ديال هاد البط هذا باش يعرفوا التيار ديال المحيطات فين غادي، وهنا غيوليو يعرفوا المحيط فين غادي بحكم انهم يديروا علامه على شي بطه ويشوفوها فين غادا تولي من هنا لقدام. الغريب في الامر ان الناس ولات كتبيع وتشري في هذا البط هذا، وبالنسبه لاي واحد كيلقى هذا البط هذه كيبيعها بثمن عالي على ثمنها، وبحكم عالي على ثمنها، وبحكم ان هذا البط هذا من عام 1992.